بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده سلطة الكشري، اللي هي صلصة كده اللي هي بتتحط على الكشري. يعني هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وزي اللي بره بالظبط. هنشوف مع بعض حبايبي هنحتاج لإيه. هنا حبايبي معايا ده كده كيلو طماطم، ما غسلته كويس وقطعت الطماطم قطع صغيرة وحطيت عليها كوباية مية وضربتها كده في شفشق الخلاط. وهنا حبايبي معايا ده كده كوباية كده مليانة بصل محمر، اللي هي الكوباية دي كده حبايبي. وده البصل اللي هو المقرمش اللي هو بتاع الكشري اهو، كنت عاملاه معاكم برضو في حلقة قبل كده اهوت. طريقته سهلة جدا وبسيطة، هنقول لكم برضو انا عملته ازاي. يعني بجيب يعني ربع كوباية خل كده اهوت، على 600 جرام بصل كده متقشر متقطع شرايح، وبحطهم ايه على بعض، بسيبهم لمدة ربع ساعة علشان بس البصل لما يتحمر واللي يجي ياكل منه ما يحسش كده ايه بطعم البصل. بعد كده اهوت بقى حبايبي بصفيه بمصفى كده اهوت، من اصفي الخل من عليه. بعد كده بضيف له معلقتين كبار دقيق واقلبهم مع بعض واحمرهم، بيبقى معايا كده حبايبي مقرمش كده زي ما احنا شايفين اهوت. ولو عايزين تشوفوا الطريقه بتاعته عملي هسيب لكم الايه الرابط، هتلاقوه في اخر الفيديو ده اهوت. نشوف مع بعض بقى حبايبي تاني. هنا بقى معايا البهارات دي كده، معلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه صغيره كده اهوت ايه ملح، ملح ناعم. وهنا معلقه صغيره كده ايه يعني كمون، اللي هي البهارات اللحمه، ودي كده برضو معلقه صغيره كمون. وهنا ربع معلقه صغيره كده ايه شطه، طبعا الشطه بقى ايه اختياري لو عايزين ايه تزودوا او تقللوا. ما دي كده حبايبي المكونات كده معايا. هبدأ بقى دلوقتي، هي طريقتها سهلة جدا وبسيطة، بسيطة يعني جدا جدا. هنا بقى هبدأ اللي انا اضيف الطماطم. ما وهبدأ برضو احط عليها البصل والبهارات. بس كده دلوقتي بقى ايه انا هقلبهم مع بعض كده. دلوقتي بقى حبايبي انا هحط الحله ديت كده على النار، هتغلي غلوه كده اهوت ايه معايا. اول بس ما هتلاقوا اللون بتاعها اغماء، لان الكوبايه البصل المحمر ديت هو اللي بيدي لون جميل جدا للصلصه ديت، وبيخليها زي اللي بره بالظبط. وهنشوفه برضو ايه شكلها حبايبي لما تخلص. دلوقتي انا هحطها بقى تاخد كده يعني غلوتين كده على البوتاجاز، وبعد كده نشوف شكلها. ده كده حبايبي شكل الصلصه كده. انا بسيبها اللي هي تغلي كده غلوتين كده اهوت، هتلاقوا اللون كمان بتاعها بيبدا اللي هو يعني بيغمق كده شويه، بيبقى درجه اللون جميله جدا، نفس الصلصه بالظبط اللي هي يعني بتتباع بره كده اهوت، بتتحط على الكشري بره. طريقه جميله جدا حبايبي وسهله وبسيطه. دي كده حبايبي سلطة الكشري كده اهوت، شايفين شكلها جميل ازاي. انا لسه مطفيه عليها دلوقتي، وهتلاقوا القوام بتاعها كمان بيبقى تقيل عشان البصل اللي انا حاطاه فيه. اهي دلوقتي بقى انا جهزت 3 اطباق كده كشري، يعني عشان الاولاد عندي، عشان يعني يتغدوا كده ويروحوا الدرس. ودلوقتي بقى ايه نشوف مع بعض هنعمل ايه. هبدأ بقى انا احط كده اهوت. يعني على كل طبق كده اهوت يعني كبشة كده اهوت، لان هي الصلصة ديت يعني مش بتحتاج ياما، يعني حبة صغيرين اهوت. بس كده دلوقتي هشيل بقى ديت.
بس كده حبايبي، دي كده كانت الوصفة كده النهاردة، ازاي تعملي صلصة الكشري بكل سهولة. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ما تكونوا استفدتوا منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مرة، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناة عجبتكم وتستفادوا منها، يا ريت اللي انتم تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناة. بحبكم جدا جدا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.